حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. الا قول لو عوزتك اجيبك منين؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوة البقر. قهوة ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا رمضان ويخليك يا رب. حاطين لي عجوة يا ولاد الكلب؟ طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احط بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزته ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي، لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ على كل حال مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. بص استحمى وقوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي. اطلعي يا روحي. اطلعي يا أخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان الحياة مش فلوس. فعلا الحياة مش فلوس، الحياة عجوة. إيه؟ عجوة. الحياة عجوة. أهلا وسهلا. تيجي يعني إيه الحاجة دي؟ حاضر. أهلا وسهلا. ده إيه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نوري. أي والله نوري. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني ايه؟ هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحتة اللي انت مدكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ قال الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيشة المليونات. لا ما قالش الاوان ولا حاجة. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشة المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟
خمس ست اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا، ساعتها نطلع المدكن ونديه نديها بقى. يا جماعه ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انتي؟ ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا عليه، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر، انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا حرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجارة كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركة بقى في ست الكل حماتي الحلوة دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه؟ ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلمانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا علي ندور على الحجة تحت الأرض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية، هي فيها لسه تربان. خطيبك ده بيخطط للنغنغة، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي أزواجا وأفرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا، شقتي ومكتب، انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان تجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟
قل له السيد رئيس مجلس إدارة الجمارك العليا. أهلا وسهلا يا فندم. تفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريه. تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقت كام دلوقتي؟ طب هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده. لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال 1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان ال1000 جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي ال1000 جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر؟ واسعد. انا بقى اكرر اسف. حقيقي. اتفضل يا سيدي. ادي ال 1000 جنيه اللي انت دافعهم وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلام. انا بقى اكرر اسف. اللي بعده يا ميمون. اتفضلي استنى. سعيدة يا بس بنتي. أنا يا عيش. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله. خد. إيه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجله عليهم. خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني يخلفوا صبيان وبنات. وانا هعمل زي المغفلين احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي. هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعمل معروف. شوف يا ستي قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن. وعليها زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس. بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه. غضروف. غضروف بيه اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف. ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس. ورجلي حفت لما عرفت علومكم قلت اجي عشان اكل معاكم لقمه عيش بالحلال. اهلا وسهلا. عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ما فينا ليه؟ نشال ايه؟ نشال ما فيه. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرفش اقرا وكتب. عندك سمعه؟ ما عنديش سمعه. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره. نعرف على رأيك.
كبيرة لو سمحت. لا قول لي يا وحياتك، مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يدلنا بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد عن اسم الهلبوطي هربان في حته ما حدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له ما عرفوش، افرجوا عنها بعد كده. يا حياتي تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك براب، ربنا يتمم بعقلك. عاقل قوي. حلال. قال والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعة دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق لها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها بزخ بأبد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشعة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ لقيتنا بعين الطين اللي داري. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فردوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا نصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا علي. ليلتنا مطينة طنطين الليلاتي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة بثلاث قناطين الليلاتي. انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خال عبد جواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خال؟ أهلا يا مغاولي. أهلا أهلا أهلا. ازيك يا رمضان؟ شايلي بره. والله عشت وشفتك آخر قبهت. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. انا سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجه حلوه قوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، واحنا طول عمرنا وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بقتش تجيبها مهل اليومين دول. بس انا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوط، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك
يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلي، وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش. ما تاخدش منهم حاجة ولا تديهمش حاجة. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سرمضانكو الفلوس اهي عندي. عندي مين يا خال؟ عيب في المضاربة والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيه. غدا اللي برا. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. تعالي يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب مستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط؟ مين ما هينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يرعي؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا ليه ليه بي عن اسمع يا لي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم والله ما اعرف اسم الكبير ايه انتظريني لحظة من فضلك ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجه اسمها سي رمضان، قول اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع، وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجه اسمها معلم؟ قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا، ادعوا لي. ربنا معاك. اصل انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. والبعيد؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايده. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه انا غلبانه يا بيه.
كمان انا في ارضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت ساب لك بلاد، ده في بيني وبينك طربايه. طربايه؟ ايوه، اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ضابط مباحث، وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها، وهي اللي قربته بسلامتها. عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس، يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني، وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمع يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي، انا عارف. حر يا بيه، حر يا بيه، ما صدمه المريض انتوا تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اوانطه باوانطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. قلت لها بنت الارشينات. ايه؟ قلت لها بالارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخليه؟ يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خدهم لبسهم اي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيك. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودينا في ده ايه؟ نتعشى؟ اسكت خالص. مش تحت هنا، وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخونيني يا ناهد؟ انا مش خاينة، ده البوليس هيعمل لي قضية. بوليس مين يا بنت الهبلة؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه، انا الكرود اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هنضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعذبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عناية حلبانك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. يا كرم الله.
عليك يا نون. نون سمين محدش بيفتح بقه. كانش عشرة مليون فلوس. كام أربعة نون. ولا نونس يفتح بقه. فتحي غضروف قباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بيتنا. شوفوا انا هخد بالفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معاي اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا عبد البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلني استرددت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها واجهه لواجهه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هغسله غسيل ابو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هاني، عملت حاجه اسمها رمضانكم لاعالي البحار. رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه اللي انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا من الاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات. قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شويه تعال 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 بس ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا رصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. حجزك ضحك جوه التخشيبه. بس احوالها يا ابويا غريبه، حجزك ضحك جوه التخشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. كركية يعيش كبير الحرمية، يعيش أسطى الحرمية، يعيش أسطى الحرمية، يعيش كبير الحرمية. بس انتوا يا ناس ناسيين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجة فايتانا بقالها سنين. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجة فايتانا بقالها سنين. يوم واحد في الحرية، الحرية سوى من شوية. وقاعد في الضلمة ليه؟ الظروف بتحكم. مالك؟ متضايقة ليه؟ لا معلش، أنا عارف الناس اللي أنتِ خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك. أنتِ عارفة ظروفي. وضعي في المجتمع
ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامة. وطبعا مش معقولة احبسك في البيت. ما توعنيش قلبي. قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حلال عزت بينادي العواطف. تعبانة. تعب ده ما انس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف مناخيري شم حاجة كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجة والشك بيعذب. العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. احكوا معي احكوا مع حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني، ولاد الزواج دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها واحرم لها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على، ولو جدع بقى كلها قلمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشلاشيح. فيلم ايه؟ الشلاشيح. اي خدمه؟ هو في مقدم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محمود؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحليل. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمره الثانيه بسالك انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمره الثانيه والاخيره بقول لك مين سيادتك. بلاش قله ادب يا ولد. انت كمل. انا عايز حنان هانم. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعه ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني اتفضل. اتفضل 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 يا محمود. هات واحد ليمون للأستاذ يبلي بيه ريقه. ومع الليمون واحد قهوه ماله يعني فوق المظبوط بشعره عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. لا اصل سيادتك شخطت فيها شخطه بره خلت الواحد. لا معلش معلش. على راي المثل بيقول لا محبه الا ما بعد عداوه. العداوه ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوه يا بقى. لا ان شاء الله ما فيش حاجه. امال حنان هانم فين؟ الحقيقه حنان مش موجود بس انا وحنان واحد. انت والدها؟ بالظبط. برافو برافو. انت انسان ذكي جدا ولماح. انا فعلا والدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضل. ما يصحش يا عم يعني. لا 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 لا، انت حنان بنتي وانت صديق حنان تبقى في معزه ابني. بالظبط فندم. العفو. عفو عمي. اهلا وسهلا. القهوة بقى يا عمي. القهوة أبو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقة في منتهى كرم الأخلاق. ميرسي. مع إن اللي يشوفك وأنت بتشخط فيها بره يقول على سعادتك من ضرب اللبانة. ظريف ظريف أوي. قول لي بقى احكي لي أنت اتعرفت على حنان إزاي؟ ها؟ هو أنا أصلي يعني قابلتها على المركب. هو انت؟ الله. هو هي قالت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجة خالص، ولو اني انا احب اوي اسمع الحكاية دي منك انت تاني. والله يا عمي الحكاية زي ما انت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم فهمتني انها بنت فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. فرحت بيها موت. حبيتها حبيتها. لا حبيتها جامد. انا اقول لك الحقيقه حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت انا وهي اسبوع. كان حته اسبوع اسعد اسبوع قضيته في حياتي والله يا عمي. عارف يا عمي هي اللي اتمنت انها تكون شريكه حياتي. والله يا عمي عظيم. هدف نبيل جواز ابني نص الدين.
ومفيش احسن منه. كمل يا ابني كمل كمل. فجأة بقى هي عم اختفت، عشت ايام سودة وهي مش معايا. لغايه رجعت بقى وشفتها امبارح صدفة. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الاوتيل. وانت كنت في الاوتيل؟ لا انا اصلي بشتغل هناك يعني. هي نعم شغلانه مش قوي، انما انا عندي مؤهل جامعي برضه عندي. عظيم عظيم، ده انت نموذج من الشباب المتطور، وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم، ممدوح احمد عبد الرحمن. انعم واكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا لا، اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي اشدهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان، اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضه عمي ولا ايه؟ من حقك من حقك يا ممدوح، عظيم. انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها اكيد، بتحبها. انا عارف بنتي حنان جميله وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، اصل البنات دايما كده بتتكسف قدام ابهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان ارجع لك فلوسك. مبروك، الاستاذ ممدوح خطبك، وانا شخصيا خدت تليفونه واسمه علشان ابقى اسال عليه. لا لا اطمن اطمن يا استاذ ممدوح جدا، احنا ما يهمناش الغنى ولا فلوس ولا، احنا كل اللي يهمنا الاصل والاصول، ناس طيبين. لا اطمن اطمن قوي يا ممدوح، وانا هبقى اسال عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامه. مبروك، بقالك أبين، أب في مصر الجديدة وأب آخر في الزمالك. أنا مش قلتلك مناخيري شم حاجة أنا مش مستريح لها أبدا. أرجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا، ده يا دوب أسبوع قضيتوه في حضن بعض. أرجوك كفاية كفاية. والكرامة والعفة والشرف كانوا معايا أنا بس. أنا ما اسمحلكش تكلمني بالشكل ده. ومين أنا أستناها عشان يسمعني أتكلم؟ وأنا علمتك من زمان إني مفيش صوتي على صوتي أبدا. اتكلمي قولي ايه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجة، ما حصلش حاجة. كذابة كذابة. كذابة تليفون يا ممدوح. عشان انا واحدة سيف. لا شيخ. الو الأستاذ ممدوح؟ ايوه أنا صديقة حنان. آه. هي مش قادرة تكلمك، لكن في حاجة مهمة عايزة تقولك عليها. هي هتهرب الليلة من عزت، وبتقولك استناها بكرة الساعة 5 في الفجر اسكندرية في العجمي. بس العجمي ده كبير، في أنهي حتة بالظبط؟ عند الكيلو 35. طيب بس ما عجبش لها الحد. مع السلامة.
blood pressure on 30 over 90. Pulse? 90 per minute. Pupillary reflex? Normal. Babinski? Absent. Suspected DC. No problem. فيش اشتباه يكون عنده ارتجاج في المخ وهنضطر نخليه تحت المناصف 48 ساعة. لو سمحت منك عشان تعمل كده. خلاص يا خالتي بقى كفاية يا خالتي. خلاص يا خالتي بقى ما بطلعش حاجة. ايه يا جوز خالتي بس؟ بطلوا علاج. الحمد لله اللي جت على كده. انا عارفينك على راحتك مش كده. صرحني يا زغلول يا مين اللي كان بيهلوس باسمها طول الوقت؟ بصراحة جوز خالتي هقول لك الحقيقة يا خالتي. ممدوح حب من فوق. من فوق قوي. يا ريته كان حب من تحت زينا كلنا. أنا خايف على ممدوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلبي كان حاسس من يوم ما رجع. طب والعمل يا ابني؟ أنا هتصرف. أي خدمة؟ عايز حاجة حضرتك؟ أنا زغلول ابن خالة ممدوح. وعايز إيه؟ أصل ممدوح في المستشفى. طصته عربية وهو جاي معاد حضرتك. معادي أنا؟ أنا هو من سعادتك بعت لي واحدة صاحبتك ضربت له تليفون وحددت له معاد. أنا؟ أيوه حتى بالأمارة الميعاد كان في الفجرية. هما الأغنياء بينسوا زينا ولا إيه؟ وهو عامل إيه دلوقتي؟ لا كويس. لا ممدوح كويس. رجله اليمين حلوة أوي ما شاء الله. رجله الشمال تلات أرباع. ممدوح من غلطي. وطول ما أنا في المستشفى حنان 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 حنان. أرجوكي محيله عشان خاطري أرجوكي. قالوا تعرف قد ايه خايفة عليك وقد ايه بحبك. أنا سلامتك يا ممدوح. انت كتبت عليا. ما تظلمنيش يا ممدوح. انا ما كدبتش عليك لما قلت لك اني قضيت معاك اجمل ايام عمري كله. أنا بقالي سنين مش ملك نفسي. صدقني. والدك؟ مش والدي. جوزك. أهلين يا حبيبتي. ها إيه الأخبار طمنيني؟ كله تمام. أربع مكانات في المصنع شغالين والخمسة بيصلحوها وكل الطلبات سلمناها في موعدها. طيب عادي. كنت خايف لإسمي ينتهي في السوق. عيب يا بابا ده أنت وراك رجالة. الله ينعل أبو العيا. تعبتك معايا يا حبيبتي. ولا تعب ولا حاجة. بدليل إن النهاردة رحت النادي وقعدت ساعة بحالها ألعب تنس. والله يا عيل فاتك راحة تلعبي لي تنس وأنا قاعدة في البيت عمالة بذاكر. عشان حضرتك عندك شهادة السنة دي. يعني حرام لما تفك عن قلبها شوية. دي بقالها سنة شايلة الهم. أنا بضحك معاها يا بابا. ربنا ما يحرمنيش منكم. ولا منك يا حبيبي يا بابا. في ناس بتسأل على حضرتك يا بيه. ما قالوش مين؟ بيقولوا من الحكومة.
خليك انت مرتاح يا بابا، انا هشوف مين. امال سيد بيه فين؟ انا بنته، اي خدمة؟ كنا عاوزين نبرد الفيلا ومحتوياتها ونروح المصنع نعمل له معاينة ونبرده هو كمان. ليه؟ في امر بوضع جميع ممتلكات سيد بيه تحت الحراسة. تحت الحراسة؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ انا راجل طول عمري في حالي، ما حبتيش غير مصنع صغير فاتح بيه 50 بيت لخمسين عامل، ولا عمري عندي فلوس في بنك ولا عمري عملت حاجة بطالة. في تعليمات من فوق يا سيد بيه، عند علاجنا. اجردوا البيت. الحقيقة يا بنتي انتوا صعبانين عليا. احنا مظلومين، بابا طول عمره راجل شريف وعصامي. فعلا يا بنتي سيد بيه طول عمره راجل شريف وعصامي وفي حاله. طب ليه بيعملوا فينا كده؟ اسمعي، انا هسيبكم الليلة تباتوا في الفيلا وهتحمل المسؤولية على نفسي. تعالي لي بكرة المكتب، يمكن ربنا يسهلها واقدر اساعدكم. اتفضل. ازاي صحة بابا النهارده؟ والله لسه تعبان، الصدمة كانت شديدة عليه. والله انا مقدر. شوف يا بنتي، انا بحثت بجذور الموضوع، لقيت ان الحل كله في ايد عزت بيه. عزت بيه اللي كلمني في النادي؟ ايوه. يظهر انك زعلتيه، مع انه راجل طيب، كلمه توديه وكلمه تجيبه. ده انا يا دوب قابلته مره واحده في النادي. روحي يا بنتي ترجيه، استسمحيه، يمكن يلغي القرار. يلا اسمعي نصيحتي، انا قلبي عليكي. بس والله يا فندم انا ما زعلته في حاجه. اصل هو راجل لعيب، لعيب قديم وخد على خاطره شويه. هو بيلعب تنس؟ لا، بيلعب كرة قدم. شويت من الدرجة الأولى، عمري ما في شوطة خيبت منه أبدا. طيب أروح له. أهلا أهلا. أنا جاية لسيادتك في موضوع حضرتك عارفه. أنت رياضية وعارفة إن الدنيا دي ماتش كرة، فيها المكسب وفيها الخسارة. أنا بقى الحكم اللي ماسك الصفارة اللي يقول كده مكسب كده خسارة. بس الحكم لازم يكون عادل. المصلحة القومية فوق كل شيء. يا فندم احنا ما عملناش حاجة تستحق كل ده. ازاي بقى تهزقي الحكم وتكسري بخاطره وتقولي لي ما عملتش حاجة؟ دي جريمة لوحدها تستاهل الطرد من الملعب. علشان كده عايزين تطردونا من بيتنا وتاخدوا المصنع اللي عايشين منه؟ انا بنفذ قانون الملعب، كل اللي حصل ده من سلطاتي، او بمعنى ادق جزء بسيط قوي من سلطاتي. بس احب اقول لحضرتك اننا مش هنسكت وهنشتكي لاعلى ناس في البلد. الشكوى حق مكفول لكل مواطن، وانا احب نلعب سوا ونشوف مين فينا هيكسب. ولعلمك انا عندي قدره ما حصلتش في تسجيل اهدافي. حرام عليك تعمل فينا كده. ثم انا ما كنتش اعرف حضرتك اما كلمتني وافتكرتك اي حد بيعكسني. عليك عرفتي، كلميني كويس بقى، اديني ريح حلو. لا لا، في عرضك انا ما استحملش ابدا ست تعيط قدامي، انا قلبي ضعيف، وخصوصا لما تبقى ست حلوه ورقيقه زي كده. انا بعتذر لحضرتك وارجوك تسامحني، اذا ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر والدي المريض. مريض؟ بشرفي ما كنت اعرف.
بقاله أكتر من سنة وهو راقد في البيت. لا سلامته، سلامته ألف سلامة. أنا مستعد أسفره الخارج وعالجه في أكبر مستشفيات في العالم على حساب الدولة. كتر خيرك. بس ارضي أنت عني. وخصوصا أنا قصدي شريف. مش فاهم. أفهمك. أما راجل يلاقي ست حلوة كده وجميلة ويبقى قصده شريف، يعني يبقى قصده إيه؟ قصدك تجوزني؟ تقريبا كده، بس في السر من غير زيطة وزنبليطة. يعني راجل في مركزي لما يبقى جوز اتنين بالتالي يبقى شكلها وحش، مش كده؟ اللي بتقوله ده مستحيل، ده جريمة. يا ساتر، ما كنتش أعرف. عن إذنك. لحظة من فضلك، ما تنسيش إن الكورة لسه معايا، والماتش اللي بيني وبينك قائم وهيفضل قائم ومش هينتهي لحد ما تيجي وتقولي لك ثلاث كلمات انا بحب اسمعهم قوي. انا تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه يا حلوه. بابا ايه اللي حصل؟ رضونا يا بنتي. اسمحي. في ايه تاني؟ مفاتيح العربية. دي عربيتي. محطوطة في كشف الحراسة. مش ممكن اديكم مفاتيح العربية. اديهم يا بنتي اللي هم عايزينه. العربية مش هتكون أهم من اللي راح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بتاكليش ليه؟ الملح زيادة شوية. محمود افندم يبقى راجع راجل طباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر. حبيبتي انا طالع مهمة سرية كده لمدة اسبوع، ما نفسكيش في حاجة سرية كده اجيبها لك معايا؟ كتر خيرك. طيب
أرجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهدية البسيطة دي. إيه ده؟ دي شارة الصليب الأحمر، بقدمها لك هدية مقابل مجهوداتك وإنسانيتك بالنسبة للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك إيه؟ أنت عارفة قصدي كويس جدا. أنا كنت مضطرة أروح أزوره. أولا عشان أطلب منه يبعد عنه، ثانيا لأن رجالتك هما اللي عملوا فيه كده. أنا كان قصدي أريحه من الدنيا وما أتعبها. يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه، تصوري بقى أنت مدى المعاناة والعذاب اللي هيعيشه، لأنه مش قادر يوصلك ومش هيقدر. مش الراحة له أفضل؟ أرجوك مالكش دعوة بيه خالص، وأنا وعدك إنه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتيه وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لأن أنا الأيام دي كده ما عنديش مزاج ألعب ماتشات حبي. لا، في صحتك العقل كويس. ما احناش فاضيين، ورانا شغل. مبروك يا خالتي، خلاص ممدوح هيخف. هي دي زغلول اللي هو بيحبها؟ لا، دي واحده شباب. هو انت يا زغلول ما تتكلمش جد ابدا؟ تعالي، رايحه فين يا خالتي؟ رايحه ترجعها وابوس ايديها واقول لها ما تبعدش عنه. يا ساتر، زي اختك تمام، زي بابا، فوله واتقسمت نصين. عمر الحب ما يكون عايز وصل، مفهوم ولا مش مفهوم يا خالتي؟ تعالي يا خالتي اقعدي بس، اقعدي اهدي، اهدي بس، اقعدي يا خالتي. اتنين بيحبوا بعض، هنتجسس عليهم عيني. ايه اللي هناك ده؟ خد بالك من الحقنه دي بقى. ايوه دوح، استنى يا خالتي. انا وسهلا يا دكتور. انا وسهلا. ازاي تبص على المرضى بالشكل ده؟ لا، اصل المريض اللي جوه ده بتاع. نعم، بتاع انا امه، انا اخ الاخ واخ وانت وانا وانت وهي انت بتلخمني ليه؟ الله، تعالى انا جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ أنا كويس يا ماما.